السلام عليكم. خلدي هو ابراهيم، دونك لاعب دولي سابق، وكنت هنا في مدينه وهران في حي اوسلو، ومن بعد رحت الفريق سياسو وفي الفريق الوطني من 2000 حتى 2006، ومن بعد ذهبت لفرنسا للاحتراف وتكون تماك باش وليت مدرب. دونك عندي ديبلوم في تدريب كره اليد، اختصاص كره اليد، وديبلوم في التحضير البدني في فرنسا. وانا ثاني راني مكون تماك في فرنسا تاع مدربين، وين راني جوري في التخرج تاع المدربين في فرنسا. مدرب هنا في فرنسا؟ مدرب فريق ميرسو، دونك مدرب في لا ريجيون تاعي. شوي ان ديريكتور اون فادير ديريكتور تكنيك تاع الفريق. القسم الثاني؟ القسم الرابع. القسم الرابع. نواحي ديجون. دونك مدرب، ويعني نكون مدربين مع الرابطه الجهويه تاع ديجون. لا فيل كيسموها تاع الكلوب تاع لا فيل سي ميرسو. سي ميرسو يعني بعيده واحد 40 كيلومتر على 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 ديجون. على مدينه ديجون. على مدينه ديجون. والكلوب كيسموه؟ لو كلوب سي كلوب سمو هاندبال كلوب دو ميرسو اس بي سي ام. سي اس بي سي ام فوالا. سي ان تي كلوب. انا الاولى كنت في فريق شالون سور سون، يعني الفريق كان في التروازيام حتى الكاتريام ديفيزيون، ومن بعد لي ظروف عائليه والمشاريع، يعني المشاريع اللي كانت اكوتي تاع العمل، وراني في هذا الفريق الصغير، وين ما قديتش نبدل باش نروح لي كلوب واحد اخرين، لي كلوب في التروازيام ولا كاتريام ديفيزيون، لي مشاريع كما يقول لك عائليه، والمشاريع العمليه هي اللي خلاتني نقعد في هذا الكلوب، يعني اللي ما راهش في ديفيزيون كبيره، مي يسمح لي باش نقعد توجور في الميدان، واش ندرب فريق اكابر، فريق المون 18، يعني تحت 18 سنه، ويسمح لي اوسي باش نكون مدربين. راني نخدم يعني دو طون زون طون مع الفريق، مع لا ليغ ريجونال دو بورغون، مع المدربين تاع الفريق الوطني تاع ناقص 17 سنه في فرنسا، وين نكونوا مدربين، وانا شفي بارتي دو من الجوري، تسمى لو جوري باش نفاليدو لي ديبلوم تاع المدربين في فرنسا. هذيك تشوف العوده تاع الدوره تاع باباهم بعد 7 سنوات؟ والله حاجه مفرحه كما يقول لك، بعد سبع سنوات من الانقطاع، يعني ديجا دورات هنا في الجزائر ما كانش دورات كثيره، وزيد انقطاع دوره بابا هون ربي يرحمها، انقطعت لمده 7 سنين لاسباب يجهلها يقول لك كل محب لكره اليد في وهران. مي رجوع هذه الدوره لهذ السنه، يعني لازم يكون شاك سنه، كل عام لازم نعاودوا نديروا هذه الدوره، ومام دورات اخرى كما يقول لك، لكن ترحما على هذه اللعيبه القديمه، ولا دورات اخرى لكي نطور كره اليد الجزائريه وكره اليد الوطنيه الوهرانيه. بهذه الدورات نقدروا نديروا بزاف صوالح، باسكو نعطوا كما يقول لك لونفي والناس باش يديروا الهاندبال، باش يديروا. شفنا الالعاب بحر الابيض المتوسط اللي كان لها صدى كبير، والناس ولات دات ولادها يديروا سبور، الناس ديكوفرات بزاف، اكتشفوا بزاف الرياضات، وين الناس دروك في الجهه الغربيه الناس راهي دير هاد الرياضات اللي هما ملاح باش انسان يطور، وباش ما كيما يقول لك ما يروحش يدير صوالح اخرين، يدير رياضه. وهاد الدورات ما يكونوا الا ايجابيه، يعني كي تشوف دوره هكذا، دوره كيما نقول لك وطنيه، لازم مليحه وطنيه راهي عادت، علاش ما نديروهاش دوره دوليه؟ باش نزيدوا. كانت دوليه، على بالي اللي كان دوليه، حضرت دوره في وقت الشيخ انترناسيونال، نعقل كانوا يديروها في عين الترك، نعقل كان دوره دوليه. نقص الامكانيات ونقص المواد، الموارد المائيه. الرياضه النسويه انقرضت. علاش؟ باسكو ما كانش هذا، خصوصا كره اليد، ما كانش هاد الدورات هادو، ما كانش هاد الدورات هما اللي يمدوا حافز الاهتمام، يمدوا حافز للبنات الصغار باش يديروا رياضه. واحد من الناس وين قلت لها رواح ما كانش وين، يعني لازم يكون جمعيات في كل حي، نشوفوا جمعيات كره قدم، جمعيات اخرى، باسكو كاين ملاعب، مي ما كانش ملاعب بزاف تاع كره اليد. دونك حنا شنقولوا هاد لي زاكسيون هادو سي بور لو ديفلوبمون، سا فدير تطوير كره اليد. ممكن نطوروا كره اليد على المدى كيما نقولوا في الوسط، جوست كيما نقولوا حنايا او نيفو دو لا ليغ دو ولايه، ولا او نيفو ليغ ريجيونال، ومن بعد سافا نو دوني، يعطينا يعني لي جواز كبار يلعبوا فريق وطني، ونجموا نطلعوا من النيفو تاع الفريق الوطني. كي ما تكونش بزاف
التنقيب يعني لا ديتيكسيون ومن بعد مور التنقيب يكون لازم تكون فورماسيون يعني فورماسيون افيك مدربين يكونوا متعلمين باسكو راه كاين نقص في 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 لا فورماسيون تاع المدربين هذا رانا نشوفوه نلاحظوه باسكو نشوفوه ميم في في المستوى العالي تاع الفريق الوطني ولا تاع الفرق اللي راهي تعمق ضرو كره اليد راه ناقص شويه دونك لازم نطوروا هذا 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 هذه الاشياء هذه كسوا دورات تكوينيه للمدربين دورات كيما هذه باش نعاودوا نعطوا الحافز باش الناس تدير الرياضه وهذا كاع باش نطوروا كره اليد الجزائريه اللي كانت في زمان يعني كانت في اعلى قمه ولينا دروك حنا نخسروا مع الفرق الصغيره ومع مع الفرق الافريقيه علاش باسكو ما حوسناش نزيدوا نطوروا يعني انا ريغريسي رجعنا الرول ما استغنيناش انا ريغريسي ورجعنا الرول وجاسبا ان شاء الله راني نشوف كاين سلطات راهي تدعم هاد الدورات بوركوا با كيما يقول لك باش نكملوا وانا واحد من الناس اللي عندي مشاريع مقبل عندي مشاريع باسكو جات كورونا الله غالب المشروع الاول كان المحل تاع محل بيع اللوازم الرياضه اللي كان هو بياشكا سبور المشروع الثاني اللي هو محل ايمال اللي راه هنايا في العقيد لطفي والمشروع الثاني كان هو يعني نقول لك رياضي الهدف تاعه هو تطوير كره اليد الجزائريه عامه علاش عامه نقول الجزائريه بون كي نقول الجزائريه سا كومونس بار تبدا بالكره اليد الوهرانيه وفي الغرب اون جينيرال ومن بعد ترجع كره اليد الجزائريه كيما ما لقيتش الاقبال ما لقيتش نو مازال مازال ما بديتش كان عندي تما دو تروا بروجي كان لازم المحل باسكو هنا كان كاين نقص في المواد تاع كره اليد كان لازم نجيبها كان لازم ندير يعني مشروع كبير باش نجيب باش الفرق الوهرانيه والفرق تاع الغرب مام الجنوب الغربي يلقوا وين يجوا يشروا المواد كره اليد باسكو هذا لازم يكون عائق ان جو اللي ما يكونش عنده الاحذيه باش يلعب ولا مام للحكام راه جاي افيك لاد دي زيكس انترناسيونال اللي راني معاهم في علاقات في فرنسا اللي حابين لانفيسو يمدوا شويه من الوقت تاعهم باش نطوروا هذه الرياضه